الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. هذا هو المجلس 12 في التعليق على رسالة ثلاث الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا برحمته الواسعة. وأخذنا في الدرس السابق الأصل الثالث الذي هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن اسمه ونسبه ودعوته صلوات الله وسلامه عليه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. هذا هو منهجه صلاة الله وسلامه عليه في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو دعوة الأنبياء والرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي حينما يبعث إلى قومه يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل أن ثلث القرآن كله في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا أيها الأحبة يرسي لنا قاعدة ومنهج في الداعية إلى الله عز وجل، يجب أن تكون دعوته كما دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، لأن الدعوة الصحيحة هي التي تقوم على دعوة الأنبياء والرسل. لذلك قال تعالى لنبيه ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال رحمه الله أخذ على هذا، يعني هذا المنهج أخذ عليه في النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، يدعو قومه إلى التوحيد لقول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن تنزل فريضة الصلاة والصوم وغيرها من العبادات. فكانت مهمته صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وترسيتها. وكل دعوة لا تقوم على هذا المنهج فيها دعوة باطلة، كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس فإنها مردودة، لأننا أمرنا أن نسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة يوسف لما في نهايتها قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. يقول الله عز وجل قل يا محمد لهؤلاء هذا سبيلي أي طريقي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي أدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. لذلك تأتينا بعض الدعوات الآن الحزبية والدعوات المخالفة يقول أنتم لماذا تدعون للتوحيد؟ ادعوا إلى فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. نقول إذا أسس التوحيد تأتي من بعدها من أركان الدين ثم الأخلاق وغيرها. ما ينفع الإنسان إذا عنده أخلاق وكرم لكنه ما عنده أساس لتقبل العبادات. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان كان رجلا كريما جوادا أينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما عنده عقيدة ما تنفع، لأن أساس الأعمال هو التوحيد والعقيدة، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وباقي العبادات والأخلاق كلها فروع، فإذا صح الأصل تبعه الفرع بالصحة، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. لذلك قال تعالى نبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ثم لتكونن من الخاسرين. لذلك ينبغي أن نصحح هذا المبدأ وهذا المنهج عند كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
فقبل أن تفرض هذه الفرائض دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكانت الصلاة حينها فرضين، قبل أول النهار ركعتين وآخر النهار ركعتين. واستنبط أهل العلم منها قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومنها قول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ثم قال رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء، وبعد العشر عرج به إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. قبلها أسري من مكة إلى بيت المقدس، أسري صلوات الله وسلامه عليه بجسده وروحه يقظة لا مناما. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه التي يعطيها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا أسري على دابة يقال لها البراق، هي دون البغل وفوق الحمار، وكانت تضع حافرها على منتهى البصر. ثم بعد ما أسري صلوات الله وسلامه عليه عرج به إلى السماء السابعة. قال: وبعد العشر، أي بعد دعوته إلى هذا، عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، وكلم الله سبحانه وتعالى، ورأى نور الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت الله؟ فقال: نور أنا أراه. فعرج به صلى الله عليه وسلم ومر على السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه. وتأملوا إلى هذه المسافة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء مسيرة 500 عام، ثم بين كل سماء إلى سماء 500 مسيرة 500 عام، ثم بعد السماء السابعة كرسي الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا الكرسي الماء، ثم بعد هذا الماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله فوق العرش يعلم ما نحن عاملون سبحانه وتعالى. فوصل إلى هذه المنزلة العالية صلوات الله وسلامه عليه، وفرضت عليها الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، وحصل بينه وبين موسى بعض النقاش في التخفيف على هذه الأمة، قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا يطيقون على هذا. ثم رجع إلى ربه صلى الله عليه وسلم فخففها حتى أوصلها إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الله تعالى كما في الحديث: هي 55، الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من رحمة الله جل وعلا لهذه الأمة. وبعد ذلك فرضت الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، صلى في مكة 3 سنين، أي في السنة 10 و11 و12 من بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، أمر أي أمره الله جل وعلا أن يهاجر بعد ما ضايقه أهل مكة، وحصل له ما حصل حينما توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وتوفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت تؤويه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت. حينها أمره الله أن يهاجر إلى المدينة. ونقف إلى هذا الحد بأن الوقت قد انتهى، فأسأل الله جل وعلا يوفقني وإياكم للمحبة ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.